كرمه وجوده يحتفل هذه الليلة من أحلى الليالي وعلي يكسب القله وضريبه يا لا 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 وعلي يكسب القله وضريبه ما حسب له ظروف ولو تجر الحمول على ما جنبه عياله رجال انزحول أحمد ونعم راع طايله صالح سرور وعياله كرام سبال مثل الصبور سرور وعلي عد الحكم والمثال واني احيا مقدر من خيار الرجال عد عبد العزيز وكلهم راس مال عد سلمان والسرور نعم الرجال مثلون الجمايل عند صاحبه والنسب والعنوة من خيار النسب الغنيمان نعم القوم
حياتي واجنبي انت خير الرفيق ويعتزي صاحبي انحت الصخر واقدم جزيل المثالي والنوادر على لقاع غني با يا لا 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 والنوادر على لقاع غني با لا نصان الصديق ونبني في القصيدة ما له إلا الجزيل وما له إلا الجديد أسر يا هيم في واد الخيال الفريد موقف له غلاه وموجبة واحتفالي والمطالق يا مغلى مواجيبا يا لا 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 والمطالق يا مغلى مواجيبا مرحبا عند قوم مجدهم من صفوف المشايخ تاريخ النبأ صفر الدلالي والضيافين تشبع من ترحيبا يا لا 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 والضيافين تشبع من ترحيبا عن علي بن سعد الله هلا يا وفود وافي الكيل والهقوة بمثله تزود له طلاقات حجاج وله كرامه وجود يحتفل هذه الليلة من أحلى ما حسب للظروف لو تجور الحمول على ما جنبه عياله رجال انزحول احمد ونعم راعي الطايله والفعول عد عبد الله اللي صار علما يهول ومحمد رفيع القدر دكتور غالي من زحول الرجال ومن مناصيبه صالح سرور وعياله كرام اسماله مثل الصبور لسرور وعلي عد الحكم والمثال واني احيا مقدر من خيار الرجال عد عبد العزيز وكلهم راس مال عد سلمان والسرور نعم الرجال مثلون الجمايل عند صاحبه النسب والعنوة من خيار النسب الغنيمان نعم القوم صفوة عرب أهل المجد والناموس وأهل الحساب المشري وعبد الله يشهد المديح والفهد طيب الأمثال قول صحيح منزل الجود والمداح منزل طلالي وبيوت الشرف والعز يا طيبة انت خير الرفيق ويعتزي صاحبي انحت الصخر واقدم جزيل
الأحلام.